قام فريق المياه والإصحاح والسكن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا بدعم مؤسسات المياه المحلية بتوفير خدماتها لأكثر من 10 مليون شخص في ال6 أشهر الماضية، وشمل الدعم توفير مولدات الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات الضخ والمعالجة، وكذلك بتوفير مواد لازمة لتشغيل هذه المحطات لتنقية ومعالجة مياه الشرب. الأشهر الستة الأولى من هذا العام قام فريقنا بمساعدة السلطات المحلية بتوصيل مياه الشرب إلى أكثر من 130 ألف شخص يقطنون في مناطق الجفاف، وخصوصا في شرق سوريا. المناطق اللي طال المشروع هي كانت محافظات الشمال الشرقي، دير الزور والرقة والحسكة، الجزء الشرقي من حمص، الجزء الشرقي من حما، الجزء الكبير من ريف دمشق وشمال درعا. نتمنى من جميع الأطراف المتنازعة ونذكر بأهمية الحفاظ على البنى التحتية والمنشآت المدنية اللي تقدم خدماتها إلى الناس.